محمد بسم الله نبتدي. انت بتقول شيء قبل لا نضغط؟ لا لا ابدا بسم الله بقى. الله نفس التحدي. لو سمحت ريان، الشخص التالي هو انت ريان. ريان المايك عندك ريان. لو سمحت محمد، لو سمحت ميوت. لو سمحت محمد، لا ميوت. ايوه اسمع، انا بعطيكم تحليلات. اوكي يا ابوي، لا تكثر كلام، عطنا التحدي. اسمع، مو هو قبل شوي سوى 5 دقائق بلانك، خليه 10 دقائق. حبيبي هذا تحدي مستحيل. هذا حبيبي ايش بدنا حاجه منطقيه. مو كده. لو سمحت ريان، هذا تحدي حقك. ايوه يعني عادي اتحدى هذا التحدي. عادي اي تحدي ببالك. كيف؟ خلاص اوكي، 10 دقائق بلانك. هو مو ممكن، هو تحدي منطقي. لا، القواعد. ممكن اقول لك التحدي طير. يلا طير. مو ممكن. لا 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 لا. حبيبي عطوا ميوت. بساعدك عطوا ميوت. تبي تغير ولا تبي تكمل؟ تبغى تساعده انت؟ كنت ابغاه يشرب لترين مويه ب 60 ثانيه. لا، ممكن تجيب له تسمم. مايا ممكن تجيب له تسمم. لترين ما تجيب تسمم. لترين ما تجيب. والله اخي اسمع، ما ادري انت فين عايش، ما ادري الجو اللي عايش فيه. بس انت يا حبيبي، اذا شربت لترين مويه ب 60 ثانيه. اسمع، إذا شربت لترين مية في 60 ثانية راح أبعت لك $50 وراح أخرج. لا أنا ما أبغى شيء. حبيبي تحدي مش ممكن. كيف 60 ثانية تشرب لترين؟ أنت يا محمد ما تبي تسوي ولا تحدي يا محمد، صلي على النبي. اشرب لترين مية 60 ثانية. يلا حبيبي سلام. يلا سلام. أوكي. يلا سلام. مرة عصب بس باحترام بزيادة، ما شاء الله عليك. الآن ننتقل منه، ننتقل لي الشخص الذي لا 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 مو انت يا أندرو. لا 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 دوري الشخص الذي جاهز رياض؟ أنا جاهز بس بالنظر. أوف لو يطلع الشخص التالي يحدد عقابك، ويطلع أندرو هو اللي راح يحدد ويعطيك 10 دقائق بلانك. على فكرة بديله تحدي بلانك 7 دقائق ونص. روح يا ابني روح. A few moments later. ارجع ورا الريال. لف يمين. امشي بدون ما تقوم. لف. ما يسكر ركبتين وخلاص. بيبي. كيك عطوه كيك يا جماعة. لا خلاص. اتوقع كلكم عرفتوا ليش قاعد اسوي هذا المقطع. شفتوا كمية الهجوم اللي جت علي بعد مقطع ابو فله؟ او بدايه المقطع شفتوا ايش صار؟ التحدي اللي كان بيني من التحدي. فلما انسحب من التحدي كومنتات زي ما تشوفوا هنا 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 كل مكان، هنا وهنا 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 وهنا. سبوني. ما سبوني، انتقدوني وكرهوني عشان يتحديتوا تحدى وخليته يخسر عشان يفوز. والمشكله اللي بعدها طلع نفس التحدي وتحداني نفس التحدي وانا سويت التحدي بس خسرت. انا حاولت اوكي، بس ما حد قال انه ظلمني زي ما ظلمته. فقال انه انا ظلمت هذاك، اما هذاك اللي قال لي التحدي نفسه ما انظلم. فانا كذا ما ادري ايش اقول. حصل خير، انا مسامح كل شخص غلط سبني، غلط في حقي، قال لي اي شيء مو كويس زي ما شفتوا في الكومنتات. وفي كومنتات كثير، يعني لو تدخل مقطع ابو فله وتقرا الكومنتات ما اتوقع راح نخلص. فتبغوني اقرا معاكم الكومنتات اللي صارت؟ خلينا نقرا. اوكي، اول نقرا كومنت طالع لكم هنا، والله يستاهل، حط دقيقه 17 اللي فيها انا طلعت. حق واحد كاتب حق الظلوم يطلع تذكرها كل حياتك، تعلم الرأفة ولا تخلي فلوس تعميك وانت نل جزائك وانطرت بأسوأ سيناريو. خلينا ارد عليك. تمام يا صاحب التعليق، يعطيك العافية على التعليق هذا. نقدر نقول انه كنا في تحدي شباب، يعني كان حب الوضع. بعد التحدي اصلا ما كان زعلانين، ما كان في احد زعلان، فهو مو زعلان، انتوا زعلانين. اوكي انا عارف انه ظلمته او عضت، ما ظلمته. تحدي الموية كان يقدر يسويه. انا مستعد اني اسوي لكم التحدي حق المويه الحين، اللي هو الدقيقة واحدة اشرب لترين. مرة سهل، انا قد سويته يمكن 3-4 مرات، فانا عارف انه سهل. وانطردت بأسوأ سيناريو، انا حاولت. التحدي كان مرة صعب، انا عارف انه مستحيل احد يسويه، وكان 4 دقائق، سويت 4 دقائق بلانك، يعني شيء يعني حلو، بس انه بالاخير انطردت. اوكي نقرا الكومنت الثاني. كلمة دين تدان، الحمد لله. اوكي انا عارف كلمة دين تدان، الدنيا دوارة. شفتوا مقاطع مستر بيست؟ شفتوا كم شخص
يطلع الثاني اللي يفوز، كيف يقلبوا على بعض ويخلوا التحدي فيه إثارة وجدل وحماس. هذا الشيء اللي سويته أنا، بالعكس كنا أخوان مسلمين فما كان قصدي شيء. خلينا نروح الكومنت اللي بعده. أوكي، هذا الكومنت يقول لك: يا أخي والله ريح قلبي، كنت أتمنى تطلعوا نفس الشيء اللي طلع للمغربي، والحمد لله قسم بالله غثني الله الله طلع العدل وما نسى ذاك المظلوم. شوفوا هذه نهاية الطمع، الحمد لله. ما أدري إيش أقول، كل الكومنتات كذا، وفي أسوأ من هذه الكومنتات. يعني أنا اخترت كومنتات عادية، وهو زي ما قلت لك كان تحدي، يحب الوضع يعني نطقطق وكنا نمزح، ما كان في أي شيء. بس أنا أعترف أعطيته، أنا غلطان، أعترف إني أعطيته تحدي مستحيل يتسوى، حق البلانك. أما حق الموية كان سهل الصراحة. أوكي، كومنت اللي بعد يقول لك: الصراحة كرهت ريان كره العمى، يعني تقدر تعطي نفس التحدي 5 دقايق يرحم أمك لهذه الدرجة تبي تفوز؟ أعطي غيرك فرصة، إحنا كلنا أخوان، أرحم أخوك، ما تقول له سوي بلانك 10 دقايق، ترى ما له لاعب كمال أجسام، يمكن حتى لاعب كمال أجسام ما يقدر يسويها. هذا رأيي الشخصي. أوكي، أحترم رأيك الشخصي، وشكرا على الكومنت حقك. وخلينا أرد على الكومنت. هو تحدي زي ما قلت لكم كان مرة مستحيل، أنا عارف التحدي مستحيل، بس أنت لما تيجي يقول لك شخص تحدى أي تحدي تبغى تطلع، طبيعي انك تبغى تفوز، فراح تعطيه اصعب تحدي مستحيل يتسوى. بعدين غيرت التحدي، تحدي معقول، بس هو ما سواه وطلع. بعدين انا اكلت التحدي اللي هو 10 دقائق بلانك، ولا كان 7.5. اما انا غيرت التحدي لهذاك، فهمتوا؟ يعني هو غير لي التحدي، قلل الوقت، فانا ما استفدت حاجه، وانا كذا طلعت المظلوم يا شباب. فالله يعين. اوكي، حصل خير. انا ما اقول اللي حصل خير، ان شاء الله. الحين تعلم درس انه ما اعطي تحديات مستحيله، او المفروض في قوانين. اوكي، بس حصل خير. اوكي اوكي، هذا الكومنت شوي فيه سب. الله يقرفك يا ابن الكيان ذا اللي ينتقم منه، ليش سويت بالاخ هكذا؟ عليك ان الله ما تستحق، تستاهل الى تستاهل اللي صار لك واكثر. يا ساتر شباب، ايش هذا؟ احنا كنا قاعدين مع بعض، قاعدين نضحك، قاعدين نتحدى، ما في اي شيء سبني. اذا الشخص نفسه المغربي الله يذكره بالخير ما سبني ولا قال لي كلام غلط ولا قال شيء، فتيجي الكومنتات تسب وتغلط وتقذف وما ادري ايش، والله مو مستاهله. فكان تحدي شباب، كله تحدي، وكان وضع حبي ومزح. اللي بعده، الكومنت اللي بعده يقول لك: الحمد لله السعودي ما فاز، يا اخي ما في حقد ووساخه كذا، كنت بزعل جدا لو فاز، والله شخص الله حركت لي دمي. وال انا الشيء الوحيد اللي سويته انه سويت الشيء المفروض عشان اسويه عشان افوز بالتحدي، اللي هو طلعت شخص واحد بس، شخص يا ساتر. انا تخيل لو اني ساب، تخيل لو اني شيء مسوي شيء مو كويس، يعني هم ما انا طلعت في هذا المقطع يعني بشكل مو كويس. اوكي، اللي قاعد يشوف المقطع هذا جديد بدك تدخل قناتي تشوف الاشياء الخرافيه اللي اسويها، المحتوى الناري، واخر مقطع العمل الخير اللي سويناه، والتحديات والاشياء اللي مره خرافيه. يعني انا شخص يحب مره التحديات وما احب هذا الكره، انا اكثر شخص يحاول يبعد عن الجدل واثاره الجدل والمشاكل هذه، بس سبحان الله دخلنا فيها عشاني ما ابغى ادخل فيها، دخلت فيها. والله اني كنت حاسب حسابي انه ما ادخل في مشاكل قبل ما ادخل المقطع، بس الحمد لله على كل حال، ربما ضرت النافع. ريان والله انت مقرف، شكرا. ابو الشعر ذا قلبه اسود، حلو. في كومنت كويس، كومنت يمكن كومنت واحد من مليون كومنت واقف معي. خليني اقول لكم ايش قال. اللي يقولون المغربي ما قبل اهانه، اي اهانه تتكلمون عنها انتم؟ قال له التحدي اشرب مويه، وانه يسوي فيكم، يسوي بلانك فيكم غباء، اعوذ بالله. حشاكم يا شباب. هو هذا فاهمني، هو حط نفسه مكاني وقال انا من جد عشان اطلع اقوى خصم لي لازم اعطيه تحديات صعبه عشان يخسر ويطلع. فهذا اللي سويته انا، ابغى افوز. شباب مين ما يبغى يفوز؟ دخلين التحدي عشان نفوز، واحنا ما كنت حفوز بال 10,000 درهم دولار اي حاجه، كنت ابغى اسوي فيها مقاطع، انا ابغى اطور من نفسي واوصل، هدفنا هذا نوصل 100,000 مشترك. انبسطت انه المعتوه ريان لقم مسوي فيها رجال فيهم، وهو ما يقدر يستحمل 30 ثانيه وقاعد يعطي عقبات 10 دقائق، يا ساتر. خلاني معتوه ومو رجال وما اقدر، وال شاب والله ما توصل، كنا اخوان مسلمين وكان تحدي بسيط، وهو اختار انه ينسحب، فهمتوا؟ يعني انا كنت اقدر اسوي نفس الشيء واطلع
اقول ظلمني وما ادري ايش واسوي مظالمه تمام، بس لا عادي الوضع يعني صدر رحم فاهم، في روح رياضيه فانه عادي سويت التحدي خسرت الحمد لله على قول الحال خسرت عادي، في تحدي بعده تحدي ثاني انا سويت اللي علي اقل حاولت فهمتوا، وفي كومنتات كثيره ما اتوقع انه كذا كفينا فهمتوا وجهه نظري، فانا بقول في الاخير الله يسامحكم كلكم وحصل الخير على كل اللي صار، كان مجرد تحدي وطلعت بصوره غلط، وان شاء الله المره الجايه انه ما يصير هذا الموقف وما اظلم احد على قولتكم اوكي، او ما اعطي احد تحدي صعب ونحاول نفوز ما ادري كيف بس بنحاول. تابعت نهايه المقطع وفهمت وجهه نظري، انا ما كان قصدي اي شيء، كله روح رياضيه وحب وحنان وما كان بيننا اي شيء، وكان وضع كله فله وطقطقه، ان شاء الله انكم فهمتوا كل حاجه، وكل شخص قاعد يتابع المقطع سبني نقضني قال اي شيء انا مسامح دنيا واخره، ويوتيوب يقول لك يمديك تتابع هذا المقطع افطر من فيه 4000 شخص صائم او هذا المقطع اللي كان مع ابو فله. شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم مقاطع ثانيه، السلام عليكم.